تدعو في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب. هنا رؤوس الأسواق يعني التجمعات، ومداخل الأبواب برضو التجمعات، يعني ربنا مش سايب مجال في الدنيا دي إلا بيتكلم فيه. ربنا بيتكلم من خلال الطبيعة، الشجر والطيور والمطر، بيتكلم من خلال الأطفال، من خلال الفقر والمرض اللي في الدنيا ربنا بيتكلم، من خلال الأوجاع والحروب والكوارث بيتكلم. إذن ربنا مش ساكت، تنادي في رؤوس الأسواق في مداخل الأبواب. في المدينة تبدي كلامها، حتى جواك لما تهدى كده ساعات يبقى في صوت جواني بيطلبك بالصح. فنداء الحكمة محاصرنا، زي ما قال محبة المسيح تحصرنا. الحكمة مش بعيدة عنك، الكلمة قريبة منك في فمك وفي قلبك. ربنا مش بعيد قوي، هتروح له تضرب مشوار عشان تسمع صوته. انت لو قعدت هادي هتسمع صوت ربنا، جيت الكنيسة هتسمع صوت ربنا، تأملت في الحياة هتسمع صوت ربنا، مسكت كتاب روحي هتسمع صوت ربنا، بصيت على واحد فقير أو مريض شاكر هتسمع صوت ربنا، تأملت في الماضي 50-60 سنة اللي عشتهم هتسمع صوت ربنا. فالحكمة تنادي. يعني حتى لو قفلنا كتاب سفر الأمثال وقعدنا هاديين كده، بس هنسمع صوت الحكمة. يعني طبعا مش هنقفل، لكن اللي أنا أقصده إيه؟ إنه الحكمة لا تتقف عند كلمات سفر محدد، لأن صوت ربنا واضح.